اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي الفوكاتشيا. والفوكاتشيا ان شاء الله اللي هنعملها النهاردة هتكون متزينة بالزيتون والروزماري. نقول المقادير مع بعض. هيكون المقادير 1 3/4 كوب مية دافية، 1 معلقة كبيرة خميرة جافة، 1 معلقة كبيرة سكر، 5 كوب دقيق، 1 معلقة كبيرة ملح، 1/4 كوب روزماري فريش متقطع صغير، ونص كوب زيت زيتون بكر. التوبينج هيكون زيت زيتون وروزماري وملح وحوالي كوب زيت زيتون أخضر بدون بذر، وحوالي كوب تاني زيت زيتون أسود بدون بذر. نبتدي العجينة مع بعض. هنحط طبعا الخميرة والسكر ومعاهم المية الدافية، وطبعا زي ما احنا عارفين هنسيبهم لحد ما يختمروا تبتدي الخميرة تطلع ثاني أكسيد الكربون، ويبتدي الفقاعات تبان فوق وش الخلطة دي، وساعتها نعرف ان هي خلاص ابتدت تشتغل. نبتدي نحط بعد كده الدقيق والملح والروزماري وزيت الزيتون، ونخلط العجينة دي مع بعض. ده بيبقى ملمس العجين. طبعا هي لسه محتاجة تتدرب شوية كمان، لكن ملمسها هيكون ملمس ناعم مش ملمس ناشف. وطبعا هنسيبها تحترك تختمر حوالي ساعة لحد ما تبقى ضعف الكمية، وأكيد هنجيب اللي احنا مجهزينها من قبل كده ونبتدي نفردها مع بعض علشان نحطها في الصينية. والصينية اللي هنحطها فيها لازم تكون مدهونة بالزيت. فهندهنها بالزيت الأول، وبعدين نجيب العجينة اللي احنا مجهزينها من قبل كده. زي ما احنا شايفين اختمرت وبقت ضعف الحجم. وابتدي افردها دايما اريح العجينه عشان هي ترجع تشد نفسها تاني، لان خيوط الجلوتين لما بشدها أنا بترجع تشد نفسها تاني زي الأستك كده، لما بنشده بيرجع هو يحاول يرجع تاني لحجمه الطبيعي. فنريحها شوية وبعدين نرجع نفردها بالنشابة تاني. انا بفردها اكبر شويه من الصينيه عشان عارفه ان انا اول ما هشيلها من الورقه هي هتكش شويه، زي ما قلنا خيوط الجلوتين هترجع تشدها تاني شويه، فانا بفردها اكبر شويه من الصينيه لان انا
عارفة انها هترجع تكش. اوكي هي كده اكبر شوية من الصينية، اشيلها واجيب الصينية وابتدي اريحها فيها. زي ما احنا شايفين كده يا دوب بقت قدها. ونظبط اوكي، وبعدين نبتدي نحط الزيتون. فهنبتدي نعمل خرام بإيدنا كده، وده اللي هيبقى الأماكن اللي هنحط فيها الزيتون. واخر حاجة هنعملها هنرش شوية ملح خفيف خالص فوق الوش، يديها بس شوية طعم لذيذ في الاخر، ونسيبها تخمر مرة تانية بعد ما شكلناها، وندخلها الفرن ونجيب الجاهزة من الفرن لان هنحتاج ندهنها مرة تانية بالزيت.